الدكتور أقول بسم الله عن الشغل في السماء وسياق الأعمال العام يحدي الله وكلام وجهه وقيمة الكلام هذه لهم وأشهد أن لا إله إلا الله رب ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن نواقض الإسلام بسم الله الحمد لله السلام والسلام على المولى بعد واصل من الروتينية إلى المرات الشهادية إلى الدرس الرابع الله صلى الله عليه وسلم رومية أبيها يوم استخدام يوم بقرنتي سيين نواقض الإسلام ومما أفكار مكاوتانها والإسلام أنت الآن تعقد عقد مع الله سبحانه وتعالى هو العقيدة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ini tu dia ya orang perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada kuasa amanahin ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan si hal al-aqd wa hal al-aqidah tentaqid wa yakun al-aqd hal al-aqd batil wa fasid idha atait bi naqd min naqd al-islam ila min aqadat wa min kuntak bi ma'si Allah Subhanahu wa taala wa i'tiqadmu min ibadat dengan kenyak apabila sama kenyak sehingga mungkin maka larakkan yang itu melakukan Izan man fa'idah min dirasat an-nawaqid dan saya punya tukul India mana ada fa'idah maka pernah di sini min maka larakkan sinar al-fa'idah ia an tata'allam hadhi an-nawaqid hatta la ta'ti bina'aqid wa yakun bihala intaqad islamakum tlathati na'am in mengkafai terjadi dengan datangan cium ini maka sinar misi dan supaya kita dimakai nam berada jalan yang ini nanti kembali mungkin ini kan ulasat nawab nam ini memang tahu puan si mana maka sinar ini ulasat nawab tetelah masbi apa nawab in mengkafai sin agama insya nah hamuk sih karena pupuk siapa perkara ini al-qaul angkat tangan wal-fi'l angkat keinginan wal-i'tiqad harapan i'tiqad wal-syak dengan sifat dua Allah qaul wa-fi'l wa-i'tiqad wal-syak dengan angkat tangan atau keinginan i'tiqad dengan sifat dua Allah qaul kasabbir rabb misalnya subhanahu wa ta'ala dengan qaul dia sih mamisara qaul tangkan mani papa subhanahu wa ta'ala fi'l kasihr inna fi'l sabta kain yang biasa makinan tosin sihir asyak syakka fi tawhid Allah subhanahu wa ta'ala fi infirad Allah subhanahu wa ta'ala fi tawhid al-rububiyyah inna syakki sabta dhara biasa makdua wardaw maka tunggal sin Allah wa ta'ala iman sinha min rububiyyahnya al-i'tiqad idha i'taqad أن أحد من الناس هذه أكمل من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هاميه في كنيسة، هاميه مجيء في كتب، في فهمت في همبوك في هممانوس يا، لكن ما رأيوا سامحون عليه في فهمت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا دراسة هذه النوافل بالغ أهمية، مهم جدا لأنه قد تقع في ناقض. وأنت لا تدري وقم بهذا انتقل الإسلام إليك نعم لأن سبيل دوين فقرر بسينا من مناواقدين مقرارا مثلا دوين هفرادين لأن سوف ما لو كان مكينا جيدا سينا من مناواقدين ما لا ركينا رمضا فتيك نسان الناقل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عشر نواقل ولكن ذكر هو رحمه الله تعالى أن هذه النواقل العشرة من أهم النواقض من أكثر ما يقع في بعض الناس لدى الله نعم. نسبه سيد المعلم سيد من كتابه إن حقوق إن ما مكر رأسي بعد أقامة سما هو إن مكر رأس ما بس أما سجل إن حقوقه إن ما نعت ما توا ما جاءه أما مسيا. النواقض الأول الشرك في عبادة الله. إن ما مكر فنعت ما مريم شريك كذا نسبه فالله سبحانه وتعالى. الشرك في عباد الله هي الشرك الأكبر نعم
لتبشيري فقد يبارك فوق أمر قد وزيره الدم الآن فلو دعا غير الله فمسيانا نيو كريو قدو غير الله استغاث من غير الله لما يسيا دوا قدو غير الله تعالى التجع لغير الله إبن سينا مهين يأتو سيانا نيو صرف الله سبحانه وتعالى صرف شيء من العبادة لغير الله كالصلاة هذا Iman sifia harap dia ibadah satu kali dengan Allah Taala dia simak sama yang apa hal kabur yang jawab sih harap mengikuti insin kubur tapi hanya sahabat kubur yang sumpah sih karena sih kau harus sih kubur yang nada alam iman sih nak belajar sih yang mau ada naqul naqul Islam بل هو أول النواقض نعم إني مثلا إنها من النواقض إنما جملة مثلا حرب الإسلام كما نعمل إن جمع في نظر الله من الثاني من النواقض أن يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسطاء وشفعاء يأتي إليهم حتى يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. إذا وما تلاحظ في الأرام أمو يبنينا كوا أنت وإيمان الله سبحانه وتعالى سلوهان سلوهان كما يوان مشافاة كتو كانوا ناسفا يكو ما كسو كل الله قد ينو مريكو ها مخلوق يوم بعض الناس أدان الله إياه يقول لك أنا لا أعبد هؤلاء لا أعبد الأولياء ولا الصالحين أنا أريد منهم أن يقربون إلى الله أريد منهم أن يشفعوا لي عند الله لأنني مذنب نعم قولي كما مانوس يا مكتبتنا كما نسيدا في هداية سينا الله سبحانه وتعالى مكتبوه عن إن كبيرون يا ورد لي سيمو الله ما نسيدا لي سمع الله إن كبيرنا مسجد كما نسيدا ما سفاق إلى كلي فالله تعالى سرق إذنبيلي فارتوسا نقول له هذا الكلام الذي تقول هو كلام الكفار الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا كفر نعم إن قبلنا في هذا الدعاء من تعليمه أبو رئيس من قبلنا في محمد هزم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن سمت في قبلنا يكتب نقول برسيلة والله سبحانه وتعالى من سعة فضله ورحمته لم يجعل بينه وبين عباده وسطاء وشفعاء نعم إن الله سبحانه وتعالى إن هذا الوقت إن كرب يعني بس رحمة فيها ولا أنك بكتا هي لنا نعم إن سبعي فأول سلوهان فسبعي كنا ما كسامبين الله تعالى لما كان جاري كنا ما تأيرنا إذا كل من طلب القربة أو الشفاعة من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر لأن سبعي الإشيسي يومين بمينا ثم هو سلوهان ما تقسو فالله سبحانه وتعالى إنسان كهين سنسيري دابولا الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين من لم يكفر أهل الكفر نعم إن هكذا إن من مكارا رأسي مكارين آمين مكا إسير سيرين مهين دي يكفر إن من سيلا المشركين النصارى الآن الذين في زمن مسلمين أم كفار؟ من يعلم؟ إن سؤال يا زمن نقيه كن سيلا مسلم حتى وكان ما كان من يعلم؟ من يعلم أخواننا النصارى الذين في زمننا اليوم هم مسلمين أو كفار؟ كفار كفار؟ يا رجل على دين موسى عليه الصلاة والسلام وعلى دين عيسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله مسيح موسى إبن عار مسيح عيسى. مثلا في أول بقولنا يا غرنا من النبي موسى. نعم كفار ولا شك في كفرهم. كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان حتى لو كان على مثل ما عليه موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. Tapi kalian mungkin nasrani hanya mandi, mahu kita insyaallah kita kafir.
Kamu sudah biasa upaya di panggindu si Nabi Muhammad SAW, kamu sudah biasa upaya marah, panggindu bakas si Musa dan si Isa. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام صادق بلا قسم حلف يعني عليه الصلاة والسلام نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فقال إن سيهم من بشرب النار ثم وصي الله عني قال والذي نفسي بيده النبي يا سبحان الله إن جن وغرب وعلم سينام إن مني لا يسمع بي يهودي أو نصراني ويقول مكرمك وإما كرمك همك يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي ما هم يؤمن ما تتركه إلا كان من أهل النار والمريض الذي كان من أهل النار إذن من شك في تكفير اليهود والنصارى والملاحدة والمجوس وغيرهم هذا ليس بموحد أصلا كافر نعم dan sebagai di sisi makdua Allah amin pakka kufur si manasila nasrani dan yahud iban si ma'amulahida di sini ini nanti si nama bilang wahid dan nauri Allah subhanahu wa ta'ala au syakka fi kufrin qala adri ana hum kuffar amla ma'adri kata wakan makdua Allah kau lalu di sini ini kufainatan kafir kata wakukun syak-syak kau au صحح ما هم عليه وقال لا دينهم الآن دين باقي ودين حق أتى وكان من سهمون يعلن بينك من يبيع ومن تكوي يسيرون هذا شعب النار فهو كافر كفر أكبر وجاء بنقل من ناقض الإسلام إنك من كفتنا نياتو إن سيرون بيرن كافر نكفر سيسين كفر كفر إذا نتعين سيسين فرقا إكالو مسينا نقض الإسلام Sinan bisa إذا عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أي تكفر بجميع ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله عبادته باطل وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له وتثبت الرسالة والعبودية للنبي صلى الله عليه وسلم نعم في سيسي إن الدين ساكسي سين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إما نسويه كفرون إن كتان سيسمى دوائك إن الله تعالى سرطة إثبات مضبوط إبقى إبادة الله سبحانه وتعالى dan ikian impak deksaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana sebatul mungkin si hamuk ikut iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam kadalik هذه المسألة لابد أن نعلمها يقين أننا عندما نشهد أن لا إله إلا الله لا يمكن أن نصحح عبادة غير الله كل ما عبد من دون الله فعبادة باطلة من عبد القمر من عبد الأحجار من عبد الأنبياء والرسل الملائكة الصالحين كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى نعم dan sebagai visi sih praktek saksi sih nasyhadu la ilaha illallah sebagai dia jari pun dia dia mana artinya dia mana cek atau yang nyasahi beribadat tuh ini Allah swt tingkatan beribadat manusia ini Allah taala pamana kawi pamana batu pamana anbiya ini tuh mau terbakar di jari pun an-naqid ar-rabi' man i'taqad أن أحد من الناس له هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يا أي النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن لو تعلمنا ما مكروه في بكارة ما يكوبا فقيل ما يكتكو أون manusia in pamandunya yaum nakarawi inamuin dayaum yang in sin pamandun si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nani kini itu maka la si pakaraman sabnika
ibamanusi Nabi Muhammad Sallam, amri ibamanusan buna. يعني لو جاء إنسان وقال عندي دعاء كان يدعو به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. سواء أول مكتوب مريكان menanginya ingin menolong ya Aun Amin di panggil doa berketawa kebiasi Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah ma nasna nakul khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am umi dia munta diwaita ka in sarare wa pamandu amuli pamandu sinami Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in wafaq hadha ad-du'a أدعيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به وإلا أخذنا بأدعيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فسوف أنا موافق يبقى للبني دعاء يوم يزيد مكارم يوم نفهم أن تصير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت فهم سوف ما دي لا دي تلو تريك أون فأون دي نفهم أن تصير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال عندي طريقة لدعوة الكفار أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله مجيء أم استراتيجيكو إيران من جاي بقدعوا فما كفوا استراتيجينا بقدعوا نكالا من إنتاج وجهس استراتيجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقد أن أحد من الناس هدي أكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تبناقض من أوامر الإسلام. Isi-isiin nanti kita, awal di nama nama pemandu si nama tahu nak lagi ina minta yang lain si pemandu si orang Islam, nanti si yang nak tahu yang si di nama nama kamu si pada ramai. Aw, hukum, غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم عليه الصلاة والسلام إذا اعتقد هذا فقد كفر. Demikian bangsa nanti kita, in hukum si nama tahu. Dari indah yang disini kamu kongsi Nabi Muhammad SAW insi adli kenil itu lakari yang sin maka si baka Arab. Nah baik kedari anakla khamis man abgara syai'an yani ay syai' min syari'ah qalil au kathir walau amil bih kafa ila abgara syai' min syari'ah. Nah ini kali balik nama maka musim pelagam. Apabila orang tiar orang dia kuno-kuna, apakah sahaja sinar Islam si muda mata atau akan nadiu? Misal bagi orang bukan dia, apabila tiar orang dia ini itu kata hilang sinar maka maka lugu sinar maka lagam ini. Yang ini hukum syariah, atau hukum min ahkam syariah, hukum wajib min ahkam syariah, ويعمل به. Ala kamu, nah, hari ni kamu akan jadi yang salah sinar Islam. Atau ulung-ulung hukuman kalau si syariah, misalnya tiap hukum dihina, dihilang, serta kamu akan dia insya kafir, kami yang si kafir. Yang ini usalli. Maksudnya apa yang sih ya? Wajah salat lima makruh. Tapi dia menghadir siasat apa yang kami lima waktu fardu. Tapi dia bukan salat. Sakanu alaihi sallam. Faham? Nsallah sallam alaihi. Kam? Ini itu memang tidak pasti Allah Taala itu dia tu kami. Tapi kau nanti wahai, nampu kita tidak dapat menghukum orang orang, bukan Muslim, bukan kami. Ini adalah iman dari ulama. Nampu kita ingin membayangkan kamu. Ahkam hingga terbayang dan terlambat dan terlambat orang. Nampu. Kamu rasa jadi kita makan jadi menghukum. Kamu intarkan tu, kamu tahu nama dia tu, insya Allah. Sebab ini tu, tempat nama nama ini yang menghukum. Kamu rasa jadi ini kita apa orang? Isi makin isi dia tu kan? Ada pun di waktu kita tu kata uya pun di manjari. Sebagai nama Allah. Dan jangan rajul pada زوجتي تبغض التعدد نعم فقال أن زوجتي تبغض التعدد وهذا معنى قال الحمد لله أنها كافرة ولا أتزوج عليها نعم
in hamukta oya in aswa kolonya marwa siasa amri pakata oya sawa unya kolonya kafe masya di masya sawa dia ini ya ma tumbuk syad ma tumbuk hukum ma yumkin لمسلمة ترضى على الحكم صحيح؟ لكن هي ما تريد من زوجها أنا تزوج عليها لا إشكال فيها نعم إن بابا المسلم دي من جاري ما هو قال حسنا سنة وقال سبب سرع لهم يعني يوم أمين لهم تمام بابا مسلسين أسوالي لأن سبب يتوسر وين بابا المسلم هم ينسي تقيل ساعيا إذا لهم تمام أسوالي مرامي إذا لابد أن تقبل كل احكام الشريعه ولا ترد منها شيء نعم ليس بيته سوي مسلم قيمه يعني قتال سبب سنا رمشتا في يمن الرسول اقول يمن هما من دين ما شاء الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الناقض الخامس الناقض الاسلام وهو اشد ما يكون واكثر ما يقع في بعض الناس لنا الله اياه نعم Jadi jangan pun semua indika umum kami ini mengamalkan musim Arab Islam kami ini pada memang dia Tuhan sama Tuhan memang kita dapat semua orang dar. Alistihza binti. Kamu ini memang wara kau mengucu-ucu kau apa karam. Sabda Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kamu juga kamu bisa kamu pangkal Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bisa kamu memarahi apa Nabi? Kamu mohon سب الصحابة رضي الله عنهم. تبين بمعنى صحابة. الاستهزاء بالصلاة. من قرأ قرأكم موجي قرأ تخشى الآية. بالصيام. هذا قواسة. بالحج بالزكاة. هذا هدي هذا الزكاة. المستهزئ يكفر كفر أكبر مخزي من الملة نسأل الله السلامة والعافية. Ilmu ini muncul juga dengan bahwa yaitu insyaallah kafir nakainan sesi kufur dakwa maka wasiat dan ribu sesina kami Islam pemandi dan yang pasti Allah Taala. Wabagal tulab hadan Allah ya yamzah wa yalab ahyana bi bagal ayat wa ahadin wa yati bil nukat. Nah, ini orang yang mulia. Nau waktu makau kamu sinami ayat sinama Allah Subhanahu Wa Taala sambil Allah شيكون دين آيات سنة الله سبحانه وتعالى كيف أن نريد؟ هذا ننبه ونقول هذا استهزاء تب إلى الله نعم سبيتا ورينا بيتا عن الدوير تقول إني أكبر نور أقوى هذا شرع سنة الله تعالى سبيتا مكتوبة الله تعالى إذا تاب وتوقف تركنا فمسي أن أكتوبة يا أكتوبة لا لا نهي منذ سلام أصر فمسي أن أكتوبة دانا مرجعون جو كفر نسأل الله السلامة عليكم. نكفر نسيا، ما عندنا يا الله. إذا مسألة الاستهزاء لابد أن تحذر منها. لا تقرب الكتاب والسنة إلا بقلب خائف يقف عند حدود الله متقي لله سبحانه وتعالى. نعم. ليس بيده مسألة عرمي فموتي موتي رفضها. Suami yang berdara maka pilih. Suami yang memang kawas memang tidak biasa. Tapi ini saya tuh nasib jadi masalah sih Allah Subhanahu Wataala. Ini saya menjadi orang yang tidak mampu lakukan. Kemudian nakal asal dari nakal Islam, wahyu sihir. Khusus tersebut yang ingin dengan mana kita itu maka lo khusus nakal Islam, kamu lihat sihir. Sihir. أكبر دعوة للشرك بالله. الفاسدين دينا منا سنقلب من عبده من وقت وقت الشرك فالله سبحانه وتعالى. والساحر يكفر. الفاسدين تقول سيد إنسيا نكفر. وكل من عمل السحر. إن كان سيمدين سيسير أو رضي به. Atau orang tidak simpak sihir Kau gerak dan salah salam amin Dan ini kaya siap kakir desa Tuhan kita dapat sinam Allah Ta'ala Udah karena laku Udah salmali Ba'wal umur An Itian as-sihar Yang dunna al-ba'wal Itian faqat yakub di mujahaz Wala yadri anu itian yang di Agro al-intisal Al-jaraid, al-majallat, al-kaf, al-fijan Waila Nah Disambut kulung atauna Ini mengatakan Kunci vaksin, amuin bantu kami memaksisir.
قدر الله سبحانه وتعالى وقوع السهم. يعقل سيدنا الله تعالى إلى مريم فيما تؤمن بقصير على لسان من الناس. ها نعمك كروه إنه مانوسيا. ماذا يسمع؟ أمري هنا هنيا. هل يرجع للسحرة؟ قل ما تنسي أفعل ما تسهل؟ أو يرجع للرقية؟ أتو ما تنسي أفعل موسى الرقية؟ والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء؟ فالتاء يوم سجيان كما يوين شيخ الله تعالى ويأتي بالأدوية المباعة. إذن ما هم ينسى يسير معنا أمهن أدوية وقوة أمهن جالسين على الإسلام. نعم. أما حل السحر بالسحر هذا لا يمكن أن يقول. نعم. إن من قوات وسين سهل سهل artinya sihir di sini Pak Kuat, wakil dan sihir di sini Pak Kuat sihir, ini itu dia belum bermain. Lima ada? Main tak? Mukhalif di kitab. Ini itu surah kita Pak Quran. Wassunnah. Ibadah sunnah. Bapak sahabat wassalam, mullahi'in. Iman kabdalan si maha sahabat, iman si maha salam. Ufi tabrih lintadab al-Quran. Demikian ini itu dia kandang, parung da'an da'anmu, hamil Quran. Mutaqwiyah al-Sahra. Iman pakpak wassalamu'ah maha sihir, maha sihir. ولأن الساحر لا يمكن أن يقرب شيء للمسحور إلا أن يقدم شيء للمسحور إلا ويقرب المسحور شيء إلى الشيطان بالشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا ما تسير تسير ما كنينا يعني أمين هيك أوقات نلا كيف دل سير اليوم ما تري كان سوى يوم نهينا من نلا فكشير فكبو فورا مين تقبل نلا بشيطان يفوزنا ما كوات كيف دل سير اليوم. العلاج بالقرآن أم مقطوع به لأن القرآن فيه شفاء للناس. أما التداوي بالسحر أمر مظنون وفي الغالب أنه لا يشفى. نعم. فكيف يترك اليقين إلى الظن؟ يفكوا تسيبوا عن القرآن بقريندا إني يفكوا تركارا يسيقون تلسيا بيت إنسان شعب سرق القرآن مدن إنسان مكوبات أداقوا يفكوا تسيهر إليهم يمنع بكون سيسيقون زمسيا dan sampai topita mu tinggal dari perkara sibur maka obat mencoba kami perkara maupun sibur di kalau saya pakai itu ثم أن المسحور ما استفاد شيء كان لديه سحر واحد ثم صنع له الساحر سحر جديد فأصبح لديه على السحر سحر آخر. نعم. وكبس إنما إنا تقول سساكين يدو ويقول لنا كواهي بايدا سابيدا إن أمين Yakub dan kenyasin yang si sakit jauh dari ngapak sihir. Kukus kibawah siar tahu wat maksi sihir reisa. Ini gak tahu apa aja sihirnya. Wailun. As-sahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat. Nah. Ini maksi sihir. Man kita lihat pas si nausara dari ngamak kali ini. Tahun panggilan. Kanila. La yasta'amil firruqiyah. الكتاب يعني لا يرق المريض لا بالكتاب ولا بالسنة. في مجلسي إرقيني فقوصا لنا من رقيا إني أمي مباشا لنا القرآن ونما دعا أما دعا من يوم دنسي اليوم نسينا مقوصا القرآن ويتكلم بكلام غير مفهوم تكلم هكذا لما بيسر أي مجلسي يسي بيسر أي إذا فهما يسي نعم بيسر لأنه يفرق بين المرء وزوجه. إن بس يصير ما كان جريء، بقى بوتر سمين وسوق إيران إن عمي إن أسا وين أسيب بالدنيا. يكتب حروف ألف بعد قل هو الله أحد ألف مثلا الله الصمد يكتب باء هكذا يكتب حروف مقطعة. نعم. إن بس يصير إن مكتوبات جلا سيما حروف مقطعة سيما ألف وسيما سورة بيان بوتر جلا ما حروف ألف أو كان ملونا. يأمر المريض بأشياء محرمة. دعوني أبين تقول سيسكي سين ما نفرج على حرام. لأن لا يغتسل. يسير إيشيبا بيقول. من الجنابة. إنها جنوب. ولا يصلي. إيشيبا بكسر مهيمون. ولا يسمع الذبيحة. إذا إيشيبا
بسم الله أقابل أقابل بديان ينظر في النجوم فاتهم سياها إتون يخبر عن المغيبات يعني عما في المستقبل فبيتون سياتين هم أنها فرجاء دائم وعما في الضمير يقول أنت تحب فلان مثلا Imagina mungkin perkara hal kang dia tahu kaitan sih itu kerasa ulang itu banyak tu. Ya tik bi kalam munasak muatab, wa yukhawf kalai. Kaitan kau sih dia kah kata nang dia kata di mana dia semua semua kau apa kau sih tu buka pun dia kau. La yalzam an as-sa'ib yadrub ma da'man la. Ahyan la yadrub min ma yadrub min أن تتقرب إلى الشيطان نعم. بكون مسيسير مسيسيرين بعيرام وبكون لازم كسبه جسلاه كما قال يوسين. أو ليس مسيسير نعم ما قال أو ما قال أوندي. إن كان ما ينسى جاه ما ما يدي كاو ما تابا كسبه كاو بشيطان. أو يطلب منك مثلا ما لكن بطريقة غير مباشرة. هذا كان قال يوان كوسيس ما بكون سيادري. يعني احتياج يحتاج عليه. نعم، أو يمنع احتياج إشتراكي دينيان وهي أو يدي كبيس كواني سينا مني. يقول هذا المرض أو هذا السحر الذي عندك سحر خطير جدا. فإذا أنت هو قاسي ما تسير إن سكت أتو إن سير في مقدر كيمو يا ليه ما سير ما كان في ذكره. ونحتاج لحل السحر هذا قرد يتيم. كيف؟ قرد مثلا فاعل نعم إنسان مول أموين إن مكتبون هل كده لو يبقى قوة سيساكت يم يسي مانا أمو أتو وقال يسي مانا أمو أو فاعل أتو وقال أمو أموين بوتا فهذا المريض يقول من أين أتي بها قل أنا أتيك بي هناك رجل يأتي بي من أفريقيا وندفع له وكالا بيسو مثلا نعم سيطار من أسوي بحي مولو كده مكتبا فيها دروبيا في مكسي Nah, Allah yang ingatkan ku makdaran si mahalian, bayaran mana saja, sehingga nanti di sungai itu. Yaj'alak tata'allak bihi, wa la tata'allak billah subhanahu wa ta'ala. Yaqula, ad-dawa wal-ilaj indi, faqad. Ini namun sisir, pata'alluk bumi pemanen, waktu ganiya, bukul fa Allah ta'ala. Iman si nanti nya keimu, aku lalu ingin dia mana, maka Allah keimu, bukul Allah. An-naqid al-thamin min naqid al-islam. Ini namun maka makar musim perkara wanita siam, معاونة المشركين ومضاربة المشركين والتعاون معهم على قتال المسلمين. نعم لكن هذا إن اعتقد نصرة الكافرين على المسلمين. نعم. أم إن تمرنتم على المؤمن من المشركين تمرنتم قليلا ممرها من المسلمين تمرنتم من الكافر ممرها من المسلمين. الناقض التاسع إن مكانه مسيب كارما إكاسيا الناقض التاسع من اعتقد أن أحد من الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هل يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أبقى على شريعة موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام كذا نعم إني كسي أمين هم مكان موسى فكارم سوفاما مجيك لكي نمكتاو إن سيا مكان جاري نسيا أتينا إن أمي إكسمتد نسيا أسارا سيد رب السلام نمكي نسيا من جاري مالا أطنين نسي برسل مكان جاري نسيا لتو أشارا سيد موسى أتاو كسي إيسى يا إكسمتد نافلو يا سارا إسي سي مك يان دي مكتو مكيك لكي إذا لا يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما ترجعي؟ أمين هاو قدعو كم واسدين شرع سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي كان يبعد إلى قوم خاصة وبعد عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الجن والإنس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في راسيا قوما يرتن بسرقة أمانوا سيأتتال سمين لنكم إيمان سيئون سنجين. الناقض العاشر وهو الأخير. إن بينهما مكان وإيمان والله إن نقصان. وهذا الذي أراد الكفار أن نصل إليه. أمو إيه إذا وإن سيما كافر سمم بار سمم بار يومي ما
panikado kami. Bukan masa ini para nasi dalam maya. Nah, siapa ini? Bagaimana manusia kalau mandi dari bagaimana sih dari gaya kan siapa orang sekarang mereka? Wahwa al-i'rad an dinillah bil kulliyah la ya'rif syai' min ad-din illa annahu muslim la yurid an yata'allam wa aslan ya'lam. Nah, kamu ngomong ini Malaysia, apakah kamu lagi kuliah yang tuh tadi Malaysia mengaji simpati agamanya, Malaysia mengkopi simpati agamanya, wajib mengingatkannya kalau ini kalau sedang buat pelajaran ngam dalam Malaysia Muslim. Ta'al, ta'alam al-tauhid. Jika qila lak baghdhuk mada taqul? كذا يقول لا أريد أتعلم أصلا ولا أريد أعرف شيء يكفيني أنني مسلم فقط. من شاء ومن يكره من أجل توحيد من أجل سبب كرامة إنري إنهم يمكرون هذا مسلم إن يدلون يا مريم مسلم هذا من يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أتى بناقض مناقض الإسلام إعراض عن دين الله بالكلية لا يتعلم ولا يعرف. نعم inilah pihak guna kehidupan sesi nama ini sesi nasional siwali tinggal nama kalau musim perkara ini siya mengerti di siya maghina tukul dengan siya muslim idan ya akhwana halihi an-nawakud, an-nawakud islam la bunda an nata'allamha hatta na'adar minah dan Allah subhanahu wa ta'ala jadibna syirka sabwa subhanahu wa ta'ala jadibna riyahum al-syirk wa bid'ah wa ma'asi ya rabbil alamin in mga makalong musim pagkaramay na minangkuin kao kang nawalin suway na ito parang diyon kasupaya kaliwan na ito kasupaya kaliwan na ito pamanti na niya pa si mga wala ingat at kayong magsirik ilan si mga bida ilan si mga mga amin niyangan si mga wala sa parang mga tala bihala ko rin lahat hamdulillah tama hala ang matan ay matan nawakon ang Islam di paktisar yani حتى يعني نريد أننا نتدرج يعني شيء شيء حتى نستطيع دراسة أكثر من هذا من كتاب التوحيد والمصدية وما إلى ذلك. أمين في نعمة تهوكو عن شيء مغا بشارك إذن كي مبتو في مغان شيء نوام في الإسلام إذن كي نمتا بغاتي مسلطايا أمين نوم كريم فقناتي تا مكتل سبيل أبا روحي كتاب يسمى سيتيا يوم سيتيا التوحيد.